دلوقتي في سؤال ملح قبل ما ادخل في الحاجات الجاده، انت فعلا ممكن ترشح نفسك للنادي الاهلي؟ لا 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 ابدا، لا ما اقدرش، ده موضوع عايز حد يتفرغ ليه، وانا ما عنديش تفرغ، انا في مرحله في حياتي دلوقتي مش عايز ولا وجع دماغ ولا عايز اشتغل كتير، وعايز اروق كده واعمل خير وانبسط بالحياه. ربنا يكرمك واشوف ولادي. احكي لي بقى انت استقبلت ازاي فوز بايدن والاداره الديمقراطيه وقالوا الكلام انه هيمشي على نهج اوباما ويدعموا التطرف وكده، كيف استقبلت اداره امريكيه جديده؟ انا هقول لك، انا بصراحه فضل. انا ما كنتش عاجبني ابدا دونالد ترامب شويه، مش لاسباب سياسته معانا وسياسته في الشرق الاوسط وفي كل، يعني كانت سياسه كويسه جدا، وهو ادارته للاقتصاد الامريكي كان كويس جدا. مشكلته انه بينسى انه رئيس جمهوريه وبيتعامل كرجل اعمال يدير شركه، بيدير شركه واخد بالك؟ وقاعد على تويتر وشتايم، وده راجل اهبل وده نايم وده بتاع، وبعدين واخد بالك نفس التصرفات بتاعته في الانتخابات لما خسر الانتخابات، يعني كانه عيل بقى خسران مش راضي يسلم، وبعدين في قصص كثيره جدا برضو عليه، وموضوع الستات وموضوع بتاع، يعني هو مش يعني مش موضوع يعني رئيس جمهوريه كده ليه، يعني ليه قيمه وكده، يعني شكله محدث شويه. لكن الاخ بايدن بقى ما جه ماشي باستيكه على كل اللي ترامب عمله، حتى الحاجات الصح، يعني مثلا خد عندك المثل الاول، طلع قال لك الحوثيين دولت لا مش ارهابيين، مش ارهابيين. طب هم عم ضربوا لك امبارح ابار البترول بدون مشاوير على السعوديه وكده، واحد بعت يقول لي النهارده ما هو السعوديه بتضرب المطاعم، هو مين اللي ابتدى الموضوع كله؟ مش هم اللي ابتدوا عملوا انقلاب وراحوا قتلوا حتى الحليف بتاعهم اللي هو كان رئيس اليمن عبد علي عبد الله صالح، ادوا له امان وقتلوه. وهو كان متحالف معاهم في الاول، واخد بالك؟ فاذا انت لازم تشوف الموضوع من ناحيتين، وبدل ما تقعد تفتي وتقول ده مش ارهابي، لا ده مش ارهابي وده ما يصح، ما تجيب الجماعه الاثنين وتبقى انت يعني حمامه سلام، وتجيب السعوديين وتجيب اليمنيين وتقول لهم لا احنا عايزين الموضوع ده يخلص ونخلص الحرب. لكن انت كده بتساعد واحد لما تشيل عنه صفه الارهاب وهو ارهابي بالفعل، ما انت بتقول له اضربه ما يهمكش، راح ضربه امبارح البترول في اللي. والله معاك حق، والله معاك حق. والحاجه الثانيه عاملينها معانا احنا، لما كان ترامب برضه عن ذكاء قال اشوف ما فيش مساعده غير ما تحلوا موضوع السد ده مع مصر، يعني يعني انتوا ناس رايحين تشيلوا الميه عن اسم مصر والسودان وهتعطشونا، يبقى انتوا ناس عايزين حرب، واحنا مصريين مش عايزين حرب، احنا مش بتوع حرب، خلصنا حروب. لكن النهارده انت جاي تقطع عني الميه، ومن راجل بايدن شال عنهم قال لك لا احنا بنفصل بالموضوع المساعدات ده وبنفصل، فانتوا مش هنربطه بموضوع السد. يعني انت بتقول لنا يا مصر ويا السودان روحوا حاربوا بقى، ولا بتقول لنا ايه، ولا انت عايز الحرب دي؟ هو واضح ان يعني عنده تخبط في السياسه الخارجيه، وبالتالي ده مش هيبقى كويس لا ليهم ولا لينا للاسف يعني. اخيرا